الساعة 12:30 للثنتين. تمارين رياضية مع الموسيقى ومعلومات صحية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية. زميلاتنا في المنتدى وفي اللجنة الاجتماعية يرحبون بمشاركتكم بهذه اللقاءات النسوية. عندنا واحدة من تقاليدنا بالمنتدى السفرة السنوية. هذه السفرة السنوية راح تصير 9 آب إلى مدينة هيستينغز المشهورة، ومدينة جميلة جدا ولطيفة وبيها ساحل. أيضا المعلومات أدخل بالليفلات والأسعار جيدة في تقديري. وأخيرا في ضمن مشروع رعاية الطفل والحملة اللي ينظمها المنتدى لدعم أطفال العراق، أحد زميلاتنا عوة المنتدى شذا بيسراني تشارك في السباق البايسكلات لبرودنشال رايد لندن، وتأمل أنه أنتم تدعمون هذه الفعالية بالمبالغ اللي تروحوها، لأنها كلها تروح إلى قضية نبيلة وإنسانية خاصة وقضية النازحين ومساعدتهم قضية مهمة. مساء الخير يا اهلا وسهلا. ونبدأ الان بفعاليتنا الرئيسيه لهذا اليوم. اولا طبعا هذه الفعاليه نعقدها في المركز الثقافي العراقي، نشكركم لاستضافتنا ودائما هم السباقين. أنا الدكتور ماجد الياسري، طبيب استشاري في الأمراض النفسية والعصبية ورئيس المنتدى العراقي. نرحب بكم بهذه الأمسية الثقافية والعلمية المكرسة لقضية التطرف وسبل التصدي للتطرف. التطرف والغلو ليست ظاهرة جديدة، ظاهرة مؤذية وخطيرة تصيب كل مجتمعات العالم بدون استثناء. عفتها كل الأيديولوجيات والديانات السماوية والعقائد البشرية. بل هي واحدة من أخطر الآفات الاجتماعية اللي عرفها القرن 21. في العراق نجد أن التطرف له علاقة بالصراعات الطائفية من جانب، وبالإرهاب الداعشي من جانب آخر، اللي يمتد ليحتل جزء كبير من العراق ويمارس الجرائم اللي نسمع عنها ونقرأ عنها يوميا في الصحافة. في العالم الغربي آلاف الشباب والشابات تكون عوائلهم ومستقبلهم ومزقون أجفاتهم بالمتفجرات ووراءهم قتلى وشهداء وجرحى من المواطنين في العراق وسوريا وحتى أحيانا في بلدان العالم. في القنطرة نفسها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء العراقي، أسبوع رئيس الوزراء البريطاني، رئيس العراق البريطاني، قبل أسبوع في حديث مهم تكلم عن سياقات الحكومة البريطانية لمواجهة التطرف والإرهاب. جاليتنا العراقية والعربية مهددة بخطر التطرف والإرهاب أن ينقرها وأن يمتد ويؤذي بحياة شبابها. فإن التطرف ظاهرة عالمية وموضوع واسع إلى أبعاد اجتماعية وسوسيولوجية ونفسية وتاريخية. هذه
واحدة أو أول فعالية من فعاليات المنتدى العراقي لمناقشة قضية التطرف. وراح تبدأ عندنا فعاليات تتناول جوانب أخرى. اليوم هاي الفعالية تركز على جانب الأبعاد الاجتماعية والتفسير السوسيولوجي لظاهرة التطرف والإرهاب. والأستاذ والصديق الدكتور إبراهيم الحيدري غني عن التعريف، أحد قامات علم الاجتماع العراقي، حرف بدراساته واهتماماته ليس في علم الاجتماع فقط بل في الفلسفة والثقافة، له مقالات ومساهمات لا تحصى وعدة كتب، أخص منها كتابة عن عالم الاجتماع العراقي المشهور المفهوم على الورقي، كتاب عن تراجيديا كربلاء اللي هي دراسة سوسيولوجية مهمة وفريدة من نوعها حول الشعائر الحسينية، وأخيرا وليس آخرا كتاب صدر حديثا حول الإرهاب. وأخبرني الدكتور قبل ما أبدي بأنه رشح لجائزة الشيخ زايد هذا الكتاب. نأمل بعد نهاية الندوة الدكتور راح يسوي حفل توقيع الكتاب للي يحب يقتنيه. الكتاب مهم جدا ومليء بالمعلومات وغني. الدكتور راح يتكلمنا ويحدثنا عن الموضوع لمدة 45 دقيقة، وراها المجال مفتوح للأسئلة والمداخلات على أمل أن ننتهي في 8:15 حتى يصير مجال ربع ساعة للدكتور يوقع الكتاب للأخوان والزملاء اللي يحبون يكتبوا. شكرا جزيلا، وأترك المجال لصديقي الأستاذ الدكتور إبراهيم الحيدري. شكرا. السلام عليكم ومرحبا بكم، شكرا للحضور الكرام وشكرا للمنتدى العراقي لدعوته إياي لإلقاء هذه المحاضرة، وكذلك شكر جزيل للمركز الثقافي العراقي لاستضافته إيانا لهذه المحاضرة. موضوع العنف والتطرف والإرهاب من المواضيع المعقدة جدا، وكتب في الموضوع عدة كتب، وهناك نظريات عديدة اجتماعية سيكولوجية أنثروبولوجية سياسية، ولكن مع ذلك لم تستطع هذه الكتب والمؤلفات إيفاء الموضوع حقه، لأنه فعلا معقد وله مجالات وأشكال وأنواع مختلفة. سوف أتحدث بحاول التحدث باختصار عن هذه المشكلة من حيث إشكالية العنف والتطرف، وهل العنف طبيعة أم غريزة؟ يعني هل العنف أثر العنف في الطبيعة البشرية؟ ثم أتكلم عن الإرهاب كعلى أشكال التطرف والعنف، وأطرح السؤال الهام وهو هل يولد الإرهابي بالضرورة إرهابياً؟ وإذا كان كذلك فلماذا يفجر الإرهابي نفسه وهو منتشي فرحاً؟ وإذا كان هناك وقت كافي سوف أتكلم عن سبل التصدي للعنف والإرهاب. الإرهاب كما قلت ظاهرة معقدة، لكن هو ظاهرة اجتماعية معقدة، وعلماء الاجتماع يقولون بأن هذا أن العنف هو آلية من آليات الدفاع عن الذات، بمعنى أنه وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس، ضد المخاطر وضد الآخر المختلف، ضد ومن أجل البقاء في الحياة. هذه الطاقة، هذه الآلية الدفاعية هي طاقة غريزية، ولكن اختلف العلماء في تفسير هذه الطاقة الغريزية.
ومدى تأثيرها سوف نتحدث عنها. هي إذن طاقة غريزية كامنة في الكائن الحي وتستيقظ وتنشط في حالات الدفاع والهجوم، حالات الدفاع والهجوم. وهذه الحالة تنطبق على الإنسان مثلما تنطبق على الحيوان، لأن العنف هو ظاهرة عالمية قديمة وحديثة. الحقيقة بدأت منذ بداية الإنسان على الأرض، الصراعات من أجل الغذاء، من أجل العيش، التنافس من أجل الحصول على القوت منذ، وعندنا مثل هو الصراع بين هابيل وقابيل، هو رمز لهذا الصراع، لهذا الصراع ولهذا العنف في الأنصار البشري. يمكن تفسير العرق من ناحية لغوية أنه انتهاك أذية وانتهاك بشدة وبقسوة، وهو الفعل جاء من فعل عنف أي خرق وتعدى ولم يرفق، فهو عنيف إن لم يكن رفيقا في أمره، وأعنف الشيء أخذه بشدة وقسوة. بمعنى أن العنف هو الاستخدام غير المشروع للقوة إذا كانت مادية أو معنوية لإلحاق الأذى بالآخر. هذا هو الحقيقة موجز لمفهوم العنف. من الناحية الاجتماعية، العنف هو رجوع إلى الحالة البدائية الطبيعية للإنسان، وكلما يكون الإنسان متخلفاً حضارياً وثقافياً يكون عنيفاً أكثر، يعبر عن حاجاته وتنافسه وصراعه بالعنف. وكلما تطور الإنسان في الحضارة والثقافة وأصبح متحضراً خفت لديه نزعة العنف وعبرت بشكل طبيعي وسهل. الحضارة هي التي تهذب وتشذب سلوك العنف، السلوك العنيف، السلوك العدواني، وتوجهه بصورة عقلانية رشيدة وتعلم